بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تحويل الصوت المسموع إلى نص مكتوب باستخدام لغة بايثون. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت مكتبة Speech Recognition من خلال نافذة التيرمينال. بنقوم بفتح نافذة التيرمينال ونكتب الأمر التالي: pip install speech recognition، ونضغط مفتاح الإدخال Enter. بيقوم بتثبيت المكتبة تلقائيا، لكن هنا أعطاني رسالة requirement already satisfied، أي أن تم تثبيت هذه المكتبة في جلسة سابقة. بعد كده بنتجه إلى كتابة الكود. في أول سطر نستورد speech recognition library، بنقوم بكتابة import speech recognition وبدي هنا alias name sr. في السطر الذي يليه بفتح متغير اسمه r وبكتب هنا يساوي sr، أي sr المقصود بها speech recognition، وبستخدم منها الميثود recognize أي التعرف على مصدر الصوت. بستخدم with sr microphone as src، وهنا بحدد مصدر الصوت وهو الميكروفون المثبت في النظام، وأعطيه هنا اسم بديل src كالياس نيم. بعدها بدي هنا أطبع له عبارة في المحرر print، أطبع له say something، قل شيئا ما. بعد كده أضبط النويز الضوضاء المحيطة بمصدر التقاط الصوت، فبستخدم هنا المتغير R، وهذا المتغير الذي سبقت إن أنا حددته في السطر رقم 2، فبكتب هنا R.adjust for ambient noise SRC duration 1، يعني أضبط الضوضاء المحيطة بمصدر الصوت SRC، وهنا مقدار تنفيذ العملية هياخد duration فيها 1 second. بفتح متغير اسمه my audio، بستخدم فيه المتغير R دوت listen، استمع هنا لمصدر الصوت اللي هو الساوند سورس عندي الموجود في السيستم أي في النظام. في السطر الذي يليه بيقوم بتحويل الأوديو إلى تكست، فهنا أفتح متغير اسمه my text r dot recognize google my audio، وبستخدم هنا عملية الإدراك الصوتي من خلال السيرفيس اللي تقدمها جوجل. بحول التكست الذي تم تحويله من خلال recognize جوجل إلى lower، إلى حروف صغيرة، أي يحولها إلى حروف ليست كابيتال ولكن حروف سمول. بعده هنا print my text، اضع لي في الاوتبوت ويندو الخاصة بالمحرر التكست الذي تم تحويله بشكل مبدئي. الخطوة القادمة ممكن ان احول التكست هذا الى ملف نصي، بفتح متغير اسمه f اي file يساوي open، افتح لي ملف التكست دوت تكست امتداده تكست. المود هنا ايه يعني append، يعني ضيف العبارات اللي انا هقولها الى الملف الموجود، اي لو كان هناك نص سابق موجود داخل الملف text.txt يبقى كما هو، وأضف إليه العبارات التي سأتحدثها. بعد كده f.write lines، أكتب داخل هذا الملف هذه الأسطر my text اللي أنا سبق إن أنا حولتها إلى ملفات إلى حروف صغيرة، فحولها هنا داخل الملف واكتبها داخل الملف الموجود على القرص الصلب أو داخل وسيط التخزين. بعد كده بقوم بغلق الملف، بكتب f.close، وهنا أصبح الكود جاهز لعملية التقاط العبارات الصوتية وتحويلها إلى نص مكتوب. لنجرب ذلك نضغط على run. Hello, good morning. I'd like to introduce myself. I am Mohammed. هنا كتب لي good morning I like to introduce myself I am محمد، أنا محمد، كتب لي هذه العبارة، وسنجدها أنه احتفظ بها، حفظها داخل ملف نصي text.txt. ونرى هذا الملف لنعينه، بنفتح مجرد المشروع، بجد هنا text وكتب لي good morning I like to introduce myself I am محمد. بكده قدرنا نحول النص المسموع أو النص المنطوق إلى نص مكتوب، يمكن استخدامه في محررات تنسيق النصوص مثل برامج
الأوفيس في إدخال الصوت أو قصة مسموعة إلى قصة مكتوبة أو بيانات مسموعة إلى بيانات مكتوبة. أما إذا أردنا تحويل هذا النص المكتوب إلى نص مسموع مرة أخرى فيمكن الاستعانة بمكتبة Python Text to Sound. فبنفتح نافذة التيرمينال وبنقوم بتثبيت هذه المكتبة، بنكتب pip install python ttsx3 ونضغط مفتاح دخل انتر، بيقوم بتثبيت هذه المكتبة، لكن هنا اعطاني رسالة requirement already satisfied اي انه تم تثبيت هذه المكتبة في جلسة سابقة. وبنقوم بتعديل الكود التالي، بنكتب هنا في عبارة import python text to sound x3، بنقوم بعملية استيراد لها، بعدها بنعمل creating function define لها define speak text، وناخد هنا الكوماند الامر او التكست اللي انا هقوله، بعد كده بناخد هنا نفتح متغير اسمه engine بيساوي python text to sound x3.initialize، يعني قم بتشغيل هذه المكتبة تبدأ عند استدعاء الفانكشن. لما نيجي نعمل كولينج لهذه الفانكشن يقوم باستخدام initialize اي ببدء python text to sound يقوم بتشغيلها. بعد كده engine.say command يعني قول الامر اللي انا هقوله لك او العبارة اللي انا هقولها. بعدها هنا engine.run and wait يعني قوم بتشغيل وانتظر. بعدها اقوم باستدعاء هذه الفانكشن تحت هنا واكتب هنا speak text تحدث النص، واكتب له النص اللي انا كاتبه هنا my text اللي سبق ان عملت له اجريت له التقاط وتحويل. فبنكتب هنا my text، نجرب click run. Hello, how are you? Hello, how are you? طبعا هنا التقط الصوت ونطقه بالصوت المثبت على النظام عندي، وممكن احول الصوت ده لاي انواع اخرى من الاصوات. نجرب مرة اخرى. Good morning. I'd like to introduce myself. Morning. I'd like to introduce myself. طبعا نتيجة السرعة لم يلتقط good morning. نعيدها مرة أخرى. Good morning. I'd like to introduce myself. I am Muhammad. Good morning. I would like to introduce myself. I am Muhammad. طبعا هنا ممكن التقط أيضا أي أصوات أخرى، لكن يجب عند التسجيل اعطاء فرصة من الوقت ليعمل عملية initialize يعني يبدأ في الملفات اللي انا حددتها اللي هي مكتبة python text to sound x3. وطبعا هنا ايضا بيلتقط من خلال خدمة جوجل الاوديو بحولها صوت، فيجب الانتظار لبضع ثواني ليقوم بضبط الضوضاء واستدعاء هذه المكتبات واستخدام السيرفيس من خلال جوجل التقاط الصوت وتحويلها الى نص وتحويلها الى صوت مرة اخرى. وممكن تنويع هذه الاصوات ما بين اصوات اناث او رجال كيفما تشاء. طبعا العبارات اللي انا كتبتها ساجدها ايضا ضفة على الملف النصي. افتح المشروع واجد هنا التكست، ضفة هنا good morning I'd like to introduce myself، وبعدين كتب هالو. وطبعا انا ما عملتش هنا سلاش ان اللي هو يفصل ما بين السطور وبعضها، ودي سهلة جدا ان انا اضيف سلاش ان يعمل هنا نيو لاين مع كل اضافة جديدة لنص جديد، والموضوع ده سهل جدا. ارجو ان اكون قدمت النهاردة طريقة سريعة لكيفية تحويل النص المسموع الى نص مكتوب يمكن استخدامه في الترجمة مثلا، يعني احول نص مسموع واترجمه في الحال باستخدام ايضا مترجم جوجل لاي لغة اخرى، وطبعا ستريح في عملية كتابة النصوص وكذلك تحويل اي قصة مسموعة الى قصة مكتوبة لتوفير وقت وجهد الكتابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.